بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إبراهيم عزيزي رئيس المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني لجهة الشرق ورئيس جمعية تجار السوق المليلية. كما كتشوفوا في إطار هذا يعني التدابير الاحترازية اللي يعني من شأنها أننا نحدوم هذا الفيروس المشؤوم، اليوم جاء الدور ديال الأسواق من أجل يعني التعقيم وتطهير هذه الأسواق هذه. التجار كاملين كما كتشوفوا الإخوان أعضاء المجلس الجهوي لفعالية المجتمع المدني وأعضاء جمعية تجار السوق المليلية والجمعيات المنضوية تحته أبوا إلى أن يعني يطوعوا في هذا النهار المبارك باش يساهموا في هذا التطهير ديال الأسواق هذه. نتمنوا أن هذه العملية واللي غادي تكون إن شاء الله أبارتير مغدوة عاوتاني تتم جميع الأسواق بما فيها السنترفيل، المدينة القديمة، سوق طنجة، سوق القدس، روت الصابوني، روت سميتو زنقة بن عطية، سوق فلاح، يعني كاع الأسواق. نتمنوا أن هذه العملية يعني تم بنجاح. نشكروا الجماعة الحضارية جماعة وجدة بشراكة مع سيطة اللي زعما بصراحة كيقوموا بواحد الدور كبير وكبير وجبار في هذه المدينة هذه، والمكتب الصحي للسلامة الصحية وهاد الجنود الخفاء اللي كتشوفوهم اللي كاملين ساهموا يعني في هذه العملية هذه. ونشكروا رجال الإعلام اللي زعما واكبوا هذه العملية هذه بصدق وبواحد يعني اللي داروا واحد نكرة الداد ديالهم وجاوا اليوم باش يشاركوا معنا. نتمناو من الله سبحانه وتعالى أن يعني يكون يديرنا واحد الحد لهذا الفيروس المشؤوم. نتمناو الخير لهذه البلاد ديالنا والمدينه ديالنا، والله يوفقنا جميعا باش ان شاء الله نتغلبوا على هذه الامور هذه. ونشكروا جميع الجمعيات المساهمه والمنضويه تحت المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني اللي دائما واجده ويعني واقفه في جميع في الشده وفي الرخاء. ونتمناو لهذا الحضور الكريم كامل ان الله سبحانه وتعالى يحيد علينا هذا الضيم هذا، والله يوفق الجميع وشكرا للجميع.